السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام. منارتنا في هذه الحلقة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هكذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يجهله صاحب الصوت الجميل كان من أهل القرآن حفظا وفقها وعملا، كان من أهل العبادة المثابرين، يستقبل الهواجر بشوق ليصومها ويقول: لعل ظمأ الهواجر يكون لنا ريا يوم القيامة. إنه الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو عبد الله بن قيس ابن سليم ابن حضار ابن حرب ابن عامر الأشعري، ولد في زبيد في تهامة اليمن، اشتهر بلقبه أبو موسى الأشعري. أمه اسمها ظبية بنت وهب العكية، أسلمت وماتت بالمدينة. كان رضي الله عنه خفيف الجسم قصيرا خفيف اللحية من العارضين. أما عن إسلامه فغادر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه اليمن بلده ووطنه إلى مكة فور سماعه بظهور الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي مكة جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وتلقى منه الهدى واليقين، وهاجر إلى الحبشة، وأول مشاهده خيبر. أما عن مناقبه فأصغى النبي صلى الله عليه وسلم لصوته، فعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقراءته رضي الله عنه كانت تجذب كل من يسمع إليه. قال أبو عثمان النهدي: صلى بنا أبو موسى الأشعري صلاة الصبح فما سمعت صوتا أجمل منه. ومن مناقبه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ففي الصحيحين عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. ومن مناقبه نزول القرآن فيه وفي قومه، أخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عياض الأشعري قال: لما نزلت سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم قومك يا أبا موسى. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كان من قراء الصحابة. قال ابن حجر في الفتح: وهو يعد ممن جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وممن جمعه أيضا أبو موسى الأشعري. وقال الإمام الذهبي: روى علما طيبا مباركا وأقرأ القرآن. ومن مناقبه أنه كان من رواة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى له أصحاب الصحيحين 68 حديثا، اتفق على 49 منها، وانفرد مسلم بأربعة والبخاري 15، وخرج عنه جميع أهل المسانيد والسنن. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كان من قضاة الصحابة. قال ابن المديني: قضاة الأمة أربعة: عمر وعلي وأبو موسى وزيد بن ثابت. ونقل هذا الكلام أيضا عن الإمام الشعبي رحمه الله. ومن مناقبه رضي الله عنه أن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ولقومه بالفقه والحكمة والإيمان ورقة القلوب،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم غدا أقوام هم أرق قلوبا بالإسلام منكم. قال: فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري، فلما دنوا من المدينة جعلوا يرتجزون يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فلما قدموا تصافحوا، فكانوا هم أول من أحدث المصافحة، أخرجه أحمد وصححه شعيب. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. ومن مناقبه رضي الله عنه اهتمامه بالعبادة والذكر. فعن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع أبي موسى في مسير، والناس يتكلمون ويذكرون الدنيا. قال أبو موسى: يا أنس، إن هؤلاء يكاد أحدهم يفري الأديم بلسانه فريا، أي يقطع الجلد، وهذا كناية عن كثرة الكلام بأمور الدنيا، فتعالى فلنذكر ربنا ساعة. ثم قال: ما ثبر الناس ما بطأ بهم. قلت: الدنيا والشيطان والشهوات؟ قال: لا، لكن عجلت الدنيا وغيبت الآخرة، أما والله لو عاينوها ما عدلوا ولا بدلوا. هكذا تبقى العبادة هي همه الشاغل، حتى في سفره وفي حله وترحاله، وعندما ينشغل الناس بذكر الدنيا يفزع هو إلى الذكر رضي الله عنه وأرضاه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: خرج بريدة عشاء فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه بيده فأدخله المسجد، فإذا صوت رجل يقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتقوله مرائيا؟ فقال بريدة: أتقوله مرائيا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل مؤمن منيب، لا، بل مؤمن منيب. فإذا الأشعري يقرأ القرآن بصوت له في جانب المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعري، أو إن عبد الله بن قيس، أعطي مزمارا من مزامير داود. فبذلك كان الأشعري رضي الله عنه عابدا لربه. قال عنه الإمام الذهبي: كان أبو موسى صواما قواما، ربانيا زاهدا عابدا، ممن جمع العلم والعمل والجهاد وسلامة الصدر، لم تغيره الإمارة ولا اغتر بالدنيا. ومن مناقبه أنه كان من أهل الفتوى من الصحابة. فعن أبي موسى الأشعري قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض قومي، فلما حضر الحج حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحججت، فقدمت عليه وهو نازل بالأبطح، فقال لي: بما أهللت يا عبد الله بن قيس؟ قلت: لبيك بحج كحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت. ثم قال: هل سقت هديا؟ فقلت: ما فعلت. فقال لي: اذهب فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم احلل. فانطلقت ففعلت ما أمرني، وأتيت امرأة من قومي فغسلت رأسي ومشطته، ثم أهللت بالحج يوم التروية، فما زلت أفتي الناس بالذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. ثم زمن أبي بكر رضي الله عنه، ثم زمن عمر رضي الله عنه. فقد تعلم رضي الله عنه مسألة من مسائل الحج ظل يفتي بها الناس إلى زمن عمر رضي الله عنه. ومن مناقبه رضي الله عنه الإيثار والمواساة. أخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. قال ابن حجر: وفي الحديث فضيلة عظيمة للأشعريين قبيلة أبي موسى.
أما أعماله رضي الله عنه فقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن والساحل في العام العاشر من الهجرة، وكان عمره 28 سنة، وولاه أبو بكر وعمر من بعده. ولما كانت الكوفة والبصرة من أخطر الولايات لأنه لم يثبت فيهما وال، ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليهما، فقد أرسل لهم عمر رضي الله عنه أبا موسى رضي الله عنه، فكان الوحيد من بين الولاة الذي ثبت في المنصب، وهذا فيه دلالة على حكمته وخبرته في سياسة الناس رضي الله عنه وأرضاه. ويدل على ذلك لما جاء أبو موسى إلى البصرة وكان واليها إذ ذاك المغيرة بن شعبة، فأخبروه أن أبا موسى جاء إلى البصرة، فقال المغيرة: والله ما جاء أبو موسى زائرا ولا تاجرا، ولكنه جاء أميرا. وقد كان عمر رضي الله عنه لا يقر وال على الولاية أكثر من سنة، وأقر أبا موسى 4 سنين. قال الحسن البصري مادحا ولاية أبي موسى على البصرة: ما قدمها راكب خير لأهلها من أبي موسى رضي الله عنه. ومن أعماله رضي الله عنه قيادة الجيوش الفاتحة، فتحت على يديه عدة أمصار كالأهواز وأصبهان وتستر والري وغيرها. وعن أنس بن مالك أنهم فتحوا تستر وهو يومئذ على مقدمة الناس، وعبد الله بن قيس يعني أبا موسى الأشعري أميرهم. ومن أعماله رضي الله عنه تعليم الناس القرآن الكريم في البلدان التي ينزلها، فعن أنس بن مالك قال: بعثني الأشعري إلى عمر رضي الله عنه فقال: عمر، كيف تركت الأشعري؟ فقلت له: تركته يعلم الناس القرآن. فقال: أما إنه كيس ولا تسمعها إياه. وقد أبان لنا ابن شوذب البلخي وهو أحد التابعين مدى اهتمام أبي موسى الأشعري بتعليم الناس القرآن الكريم فردا فردا، فقال: كان أبو موسى إذا صلى الصبح استقبل الصفوف رجلا رجلا يقرئهم، وحتى في الغزو وعند ملاقاة الأعداء كان رضي الله عنه لا يترك تعليم الناس العلم والقرآن. ومن أقواله المشهورة قال أبو موسى رضي الله عنه: إني لأغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي حتى آخذ ثوبي حياء من ربي عز وجل. وهذا الأثر يدل على شدة حيائه رضي الله عنه. وعن أبي كبشة السدوسي قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال: إن الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من الجليس السوء. هذه وصية عظيمة، فجليس السوء له تأثير خطير على دين المرء وأخلاقه. ومن مواقفه في حياته رضي الله عنه موقف يبين أخذه بالأسباب المعينة على العبادة. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يصوم حتى يعود كالخلال نحيفا كالأعواد التي تخلل بها الأسنان، فقيل له: لو أجممت نفسك، أي أرحت نفسك؟ فقال: هيهات، إنما يسبق من الخير المضمرة. كلامه هذا فيه دلالة على همته العالية رضي الله عنه في الإقبال على العبادة والمسابقة والمسارعة فيها، والأخذ بالأسباب التي تعين على المسارعة بالإقلال من الطعام الذي يسبب النوم والإبطاء في التعبد. وهنا موقف يبين شجاعته رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر الأشعري على جيش أوطاس، قال: فرمى رجل أبا عامر في ركبته بسهم فأثبته، فقلت: يا عم، من رماك؟ فأشار إليه فقصدت له فلحقته، فلما رآني ولى ذاهبا، فجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألست عربيا؟
ألا تثبت؟ قال فكف، فالتقيت أنا وهو فاختلفنا ضربتين فقتلته، ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت قد قتل الله صاحبك. وهنا موقف يبين حرصه على نشر العلم والاحتساب فيه. ذكر ابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر لقي أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فقال له يا أبا موسى أيسرك أن عملك الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلص لك، وأنك خرجت من عملك كفافة، خيره بشره وشره بخيره كفافة، لا لك ولا عليك؟ قال لا يا أمير المؤمنين، والله قدمت البصرة وإن الجفاء فيهم لفاش، فعلمتهم القرآن والسنة وغزوت بهم في سبيل الله. وهذا الرد من أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فيه دلالة على احتسابه لما يقوم به من عمل ابتغاء وجه الله تعالى رغم ما واجهه من متاعب في سبيل ذلك. اختلف أهل السير في سنة وفاته رضي الله عنه، وقد رجح الإمام الذهبي أن أبا موسى توفي سنة 44 ودفن بمكة، وقيل دفن بالثوية على ميلين من الكوفة. إنه أبو موسى الأشعري المهاجر القارئ المقرئ المعلم العابد الخاشع، لم تغره الدنيا ولم تغيره المناصب، خرج من الدنيا نقيا تقيا برا كريما، فرضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في مستقر رحمته وجنات النعيم. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله في حلقات مقبلة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.